بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، قال الشاعر الحكيم: مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. تخيل نفسك يا عبد الله إذا الشمس كورت، والجبال تقلعت، والصحائف نشرت، والوحوش حشرت، ونيران الجحيم تسحرت، والجنان تزخرفت وتطيبت. هناك أيها العاقل، تخيل نفسك إذا نوديت باسمك على رؤوس الخلائق: أين فلان ابن فلان؟ هيا استعد للعرض على الله سبحانه وتعالى، تهيأ للوقوف بين يدي الواحد الديان. هناك حين تأتي الملائكة لتأخذك إلى ربك، فتسوقك إلى الله سبحانه وتعالى، لا يمنعها اشتباه الأسماء، وتعلم بأنك المطلوب. تخيل نفسك إذا ارتدعت جوارحك، وتغير لونك، واضطرب عقلك وقلبك. تخيل نفسك وأنت في أيدي ملائكة ربك، وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم، حتى وصلت أمام ربك ووقفت بين يديه، وليس بينك وبينه حجاب ولا ترجمان، وفي يدك صحيفة أعمالك. تخيل حالك وأحوالك حين يقال لك: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فتفتح الكتاب لتجد فيه كل ما عملته من الذنوب في السر والإعلان، من الصغائر والكبائر، وتقول: يا ويلتى، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فيا أيها الواقف لهذا الموقف يوم القيامة أمام رب العالمين، وكلنا سيقف لا محالة، هل اتقيت الله سبحانه وتعالى وأنت في هذه الدنيا؟ يا من تتطاول على والديك، وتظلم زوجتك، وتعتدي على جيرانك، تذكر أنك ستعود إلى الواحد القهار سبحانه وتعالى، وتقف أمامه وتجيبه عن كل ما تفعله. ويا من تأكل حقوق الغير، وتأكل أموال اليتامى والمساكين ظلما وعدوانا، ويا من تعيش بالحرام، لماذا لا تستحضر عظمة الخالق وهذا الموقف؟ فإنك إن استحضرت عظمته سبحانه وتعالى ستخشاه، إن كنت تعتقد أنك ستقف وحيدا بين يديه سبحانه وتعالى ويقررك بذنوبك وأفعالك، سيدنيك الله سبحانه وتعالى ويفتح صحائف أعمالك حتى تقام عليك الحجة القاطعة: نعم، سنقف أنا وأنت. أم أنك نسيت الرجوع والموقف بين يدي الواحد الديان الذي سيحاسبك على كل صغيرة وكبيرة؟ أيها المشاهدون الأعزاء، أين ذهب الخوف من رب العالمين؟ لماذا لو جلست على الإنترنت تنظر إلى الحرام، وإذا دخلت السوق تتعامل بالكذب والحلف، وأنت يا مدير المكتب ويا أيها الضابط لماذا تعامل الناس بالرشوة، وإذا جلست مع الأصدقاء والأصحاب تغتاب فلانا وفلانا، وإذا دخلت البيت تظلم زوجتك، لماذا تضيع حسناتك وتكسب السيئات؟ فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنت والكفن؟ أيها الأخ الكريم، تخيل وقوفك أمام رب العالمين لتستعد لذلك الموقف المهيب، وجميعنا لا يعرف أين سيكون مصيره، إلى الجنة ونعيمها أم إلى النار وعذابها، ولا ندري هل نكون من الفائزين أم من الخاسرين.
إياك ثم إياك أيها المؤمن أن يضلك الشيطان ويبعدك عن الرحمن. علينا أن نجتهد بالطاعات ونلزم الفضائل ونبتعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى. يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجازينا بعد الموت بالحسن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا بستره الجميل وأن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. آمين بجاه النبي الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.